اللي كانوا قالوا مع الزميل محسن نتمنوا نخلع على اثم المدرب السيد محمد فخير يرتئي ارجع اللاعبين معنا. هذه الفرصه اول فرصه وكانت تدخل وارتماء ديال الحارس محمد امين البرقادي، ولكن المره الثانيه لم تكن هناك حيله امام الضربه الراسيه ديال عبد المجيد الدين الذي يسكن الكره في الشباك ديال الحارس محمد امين البرقادي، وتنبيه من المدرب سيد محمد فاخر للاعب محسن يجور لما